دير الزور 1/7/2012 مجزرة حقيقية في مدينة دير الزور. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. أصبحت مدينة دير الزور تدفن شهداءها في المنازل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. روح 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 عليك يا بشار. علمك هاي إصلاحاتك يا ابن الناس، هاي إصلاحاتك يا ابن الحرام.